بسم الله الرحمن الرحيم. شتاء قارس. طيب هو فعلا الموضوع ده بجد؟ اصل في لغايه النهارده مواطنين وانا منهم كل اللي شفناه شويه امطار، جو ساقع يومين، الجو رجع معتدل، تحذيرات شديده اللهجه. طيب مش مهم، انا المناخ وعلاقته بالمحاصيل الزراعيه، في فلاح الان يروي ارضه ومزارع تاني خايف على محصوله، عايزين نعرف ايه الموضوع. النهارده بيشرفني الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيره بوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. منور يا دكتور محمد. مساء الخير يا استاذ سامح. ازي حضرتك؟ الحمد لله. حقيقه طبعا. هذا الشتاء، لا هو لسه ما نقدرش اقول الشتاء ايه، لان انا ما عنديش توقعات طويله المدى شويه، لمده شهور او مثلا 3 شهور ولا حاجه، ولكن زي ما احنا شايفين ان شاء الله في توقع لموجه شديده البروده هتبدا من ليله الثلاث. طبعا بدا الجو يبرد فعليا بقاله كذا يوم، وده لان احنا خلاص فلكيا بقينا 3 ايام على دخول الشتاء الحقيقي والفلكي في مصر. ولكن زي ما انت عارف ان الشتاء دائما بيخش بالتدريج، من زمان كان بيخش من اخر اكتوبر، فده طبيعه الوقت ده من السنه. انا درجه الحراره دلوقتي ما نزلتش عن 10 في مناطق كتير، فده الطقس الشتوي الطبيعي. انا ما اعرفش برضو الناس قلقانين ليه، ده شكل الطقس الطبيعي. الانخفاض الحقيقي هيحصل من بداية ليل الاثنين أو صباح الثلاث، فجر الثلاث، هيبقى فيه انخفاض كبير في درجات الحرارة. هذا الانخفاض قد تصل فيه الحرارة لست أو 7 درجات، وده يعتبر أول انخفاض حقيقي هذا الموسم، موسم الشتاء الحالي، على افتراض أن الشتاء عندنا بيبدأ من 11، مش فلكيا يعني من 22 ديسمبر. فاول توقع ان في انخفاض كبير في الحراره، متوقع يكون في مطر بكره الاحد لغايه ما يوصل القاهره، يوصل على بعد الظهر او اخر النهار. هو المطر هيبدا من الساحل الشمالي الغربي كالعاده، ثم يتجه ناحيه الداخل، ناحيه الدلتا نفسها، الوجه البحري كله، كل الدلتا معرضه بكره الامطار، قد تكون غزيره بما فيها القاهره. ده بيستدعي ان ممكن المطر يجي على الظهر، فممكن واحد مش واخد باله خالص يروح يروي الارض بتاعته الصبح، في ايا كان بقى قمح بطاطس. فانا بقول التوصيه المهمه جدا لاهل المزارعين من دلوقتي، اللي جه ميعاد الري بتاعه وناوي يروي الصبح، بكره صباحا ما يرويش، بكره صباحا ينتظر ولا ظهرا، ينتظر حتى نشوف كميه الامطار اللي هتنزل قد ايه. وفي الغالب هيبقى في امطار كتير هتنزل على بعد الظهر، فمحدش يستعجل ويروي، ننتظر. والله نزل الامطار كفايه، اهلا وسهلا، نزل امطار بسيطه يوم الاثنين، هيبقى في بعض المناوشات من الامطار، معظمها متركز في شمال الدلتا، وبعد كده هتنتهي هذه الموجه، لان هي موجه مؤقته لمده يومين مطر، ولكن هيستمر معانا الانخفاض الكبير في درجات الحراره. ولعل في ناس مستنيه الانخفاض ده، يعني في ناس، في مزارعين منتظرين ان انا اقول درجه الحراره 5 و6 و7. ليه؟ لان هو الان لا يحصل زي اللي حصل السنة اللي فاتت، ويكون شتاء دافئ ويعمل لي دربكة في الزيتون وفي المتساقطات، ويزود من رش الدورميكس ومكسرات السكون. يعني انخفاض درجات الحرارة ده هيبقى مناسب وملائم للمحاصيل الشتوية، كله منتظر. الفاكهة الشتوية اللي هي المتساقطات، اللي هو كل العنب في المقام الأول المبكر، والخوخ والكمثرى والبرقوق والرمان والزيتون. الزيتون مش متساقط ولكن ليه احتياجات برودة، فان شاء الله زي ما كان. لو انت فاكر الحلقه اللي فاتت قلنا ان متوقع يكون هذا الشتاء بارد، صح، وقد يتخلله موجات صقيعه. حتى الان مش متوقع موجات صقيعه خلال هذا الاسبوع، حتى لو 6 درجات او 7 درجات مش يحصل صقيع فيها بتاع ليله الثلاث والاربع، لان في حركه ونشاط واضح للرياح. ايوه، فبالتالي ومش متوقع ان يكون في صقيع رغم ان انخفاض الحراره 6 و5 درجات وسبع درجات في بعض المناطق، ولكن زي ما قلت لحضرتك ان اللي هيروي بكره ينتظر حتى نرى كميه المطر هتنزل قد ايه. في ناس كتير جدا في المنوفيه وفي منوف وفي اشمون عندهم فاصوليا بيضاء، لان ده اكتر مناطق بتزرع فاصوليا بيضاء في مصر، ففي مناشر ناشرين الفاصوليا عشان تنشف، بعد ما بيجمعوها بينشروها. استاذنكم تشيلوا الفاصوليا دي او تغطوها بمشمع او تتصرفوا، لان متوقع ان يكون في كميه امطار هتوصل لكل الدلتا. فاللي عنده فاصوليا ناشفه البيضة ونشرها عشان تنشف، يتفضل يشيلها، ويشيلها يعني، عارف ان الوقت متاخر دلوقتي، لو جه يشيلها الصبح للاسف هيكون فيها ندى
فهيعمل مشكله، فيستنى على الساعه 10 11 مش قبل المطر، يعني هيكون قبل المطر يشيل الفاصوليا اللي عنده اللي عنده شتلات بصل، المفارش بتاع شتلات البصل برضو نفس الموضوع يغطيها، لان هيبقى فيه زي ما قلت متوقع يكون في كميه مطر في كل محافظات الدلتا عشان ما يحصلش مشاكل للشتلات. دي توصيه كويسه جدا من الدكتور محمد، لان انا النهارده كنت في قرى شباب الخريجين في البحيره وشفت فعلا الفاصوليا البيضاء برضو متجمعه كده بتبقى كومه، فيعني الدكتور محمد بينبه بيقول لحضراتكم يا تشيلها في مكان مغلق يا اما تغطيها بمشمع باحكام، لانك لو استنيت لبكره هيبقى فيها جزء من الرطوبه، وده كمان هيبقى خطر لو انت جيت تخزنها وهي فيها رطوبه. فنلحق يعني، يا ريت تكون الناس وصلت لهم المعلومه من بدري شويه كمان، اللي لسه ما يعرفش. انا عارف المزارع ما بينامش ولا بيهدى الا ما بيطمن على زرعته وعلى محصوله. احنا بعتنا التوصيات فعليا ونزلناها على الصفحات، وقلنا موضوع الفاصوليا وموضوع شتلات البصل بالتحديد كمان. تمام. استاذ كرمي من اسيوط اتفضل. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. ازاي الدكتور محمد؟ دكتور محمد بيسلم عليك اهو، منور. ربنا يخليك، شكرا. الله يخليك يا دكتور محمد. انا زارع قمح من 22/11. ايوه. على مصافي. اه. ارويه دلوقتي ولا استنى شويه يا دكتور؟ بص، انتم متعودين انكم تصوموا القمح كتير قوي زرع عن اللزوم. ف 22/11 يعني عدى شهر وشويه، اظن ده وقت مناسب، وخاصه مش متوقع يكون في مطر. هو لسه ما عداش الشهر يا دكتور. 22 يعني داخل على الشهر قصدي. اه، ليه 27 يوم بكره. لا يا باشا، وكمان الايام اللي فاتت كانت الجو سخن فيها شويه، فالارض محتاجه ميه. انا عارف ان انت خايف تروي. اه. عشان بيأخر التفريع او بيدعي في التفريع. مطلوب من سيادتك بكره مع الميه بتاعت القمح، وكل اللي سامعنا اللي هيروا رايه الاولى للقمح ما يطولش عليها زياده عن اللزوم، ويحط مع الميه دي ما بين 10 ل 12 لتر حامض فوسفوريك مهمين جدا للتفريع، دولت اللي هيدفعوا النبات للتفريع بدل التصويم، وان انا اضيع وقت وازنق نفسي في المناوبات. اه. عرفت هتعمل ايه؟ اه عارف. طيب تمام. هتعمل ايه؟ طب بالنسبه للتسميد اللي الفدان ليه قد ايه من اللي هو الشقيرات الكيماويه؟ اربع او خمس شكاير يوريا. اللي هو المخصوص ده بتاع الدمعيه. او النطرات، مش هيفرق يعني. يعني الاثنين عادي. ان شاء الله. تمام، بشكرك استاذ كرمي. حاج احمد من الدقهليه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامح؟ الحمد لله يا فندم. زي حضرتك. تتكلم بس استاذ محمد، معلش. الدكتور محمد معاك، سامعك اهو، اتفضل. يا دكتور محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبه لتصفيه البطاطس بس القرش لو سمحت. نعم. من بوكات الكلورايد. اه. اسمها اللي بتسوق ايه؟ معلش، لاني ما عرفتش اجيبها يعني، معلش. هو الاسماء التجاريه كتير، اسال بس على الماده الفعاله. ميبيكوات كلورايد. موبيكوات كلورايد هتلاقيها، وخلي بالك ديت انا ما بزودش عن 200 سنتي للفدان، ودائما وابدا برشها في الاخر قبل التقليع من 20 ل 25 يوم، وبدون خلط. بشكر حضرتك. بتستخدم في ايه موبيكوات الكلورايد؟ بيهدي العرش عشان يدي غذاء للدرانات، يوم الدرانه تبقى بطاطس. البطاطس بس. قبل ميعاد اضافتها امتى؟ قبل التقليع ب 20 يوم 25 قبل التقليع ب 20 يوم 25 يوم عشان تلحق تشتغل بس. طيب، لو رجعنا بقى للملف اللي احنا بنتكلم عنه النهارده وما يحدث غدا ان شاء الله، مطلوب ايه من المزارع اللي بيشتغل في القمح؟ القمح ما فيهوش مشكله، بالعكس القمح من ضمن المحاصيل اللي بتستفاد جدا من الجو ده. القمح محصول شتوي، بيبقى بيحتاج اصلا ايضا احتياجات بروده في المرحله الاولى بالمناسبه يعني، بس ده مش مشهور عليه قوي، ولكن ليه احتياجات بروده بياخدها. فبعد الزراعه بشهر او شهر ونص والجو انخفض بيكون في صالحه جدا. طبعا هو مش في صالحه لو لسه زارع يعني، لسه انبات فبيأخر الانبات والكلام ده كله، ولكن هو محصول شتوي في الاخر. زي ما قلت كده، اللي هيروي بكره في الدلتا ينتظر حتى نشوف كميه المطر بما فيها القمح، وخاصه اللي هيروي رايه التشتيه. دي نقطه مهمه جدا. التوصية دي للقمح والغير القمح، للبطاطس شتوي، للفراولة. طيب، بالنسبة للقمح أنا هسأل سؤال مهم، هل الأمطار هتعتبر راية؟ خاصة إن المزارع بيضيف في السماد وبعدين يروي، بس الأول هاخد الحاج عبد اللطيف من الجيزة. الحاج عبد اللطيف. أيوه. أهلا وسهلا، اتفضل.
انا عندي قمح أيوة. مزروع ليه 30 يوم او سقيته يعني حيته على 27 يوم. ايوه ايوه سامعك اتفضل. وهرش بكره للورقه العريضه للحشيشه العريضه. اه هل يجوز بكره ارش والنطر نازل؟ ما رشتش ليه قبل الري؟ انا لسه معاده النهارده لعبت رجلي انتوسياتك انا متابعكم على طول. انت منين في الجيزه؟ انا لما ادوس على الارض كنت حامل رجلي. منين في الجيزه طيب؟ انا من الصف. لا يعني انا هو احتمال ما يكونش متوقع ان يكون في مطر في يوصل لغايه الصف. طيب بس ممكن برضه فانتظر انتظر لما تشوف بكره الدنيا هتمشي ازاي. اقول لسيادتك كمان نعم عندي غيط ثانيه شاربه يعني انا حيتها على 18 يوم على توصياتك. حطيت مع الميه الحامض في السفريك او الماب؟ لا انا حط لها الدور دي بقى. ايه؟ هيحط ليها الدور ده. لا كان المفروض يعني النهارده انا شاربه لها النهارده 15 يوم. تمام. هسقيها قبل الميه ما تمشي. قبل الشده الشتويه. مناسب يعني اسقيها على 20 يوم. فرق المحياه من السقيه 20 يوم. معقول طيب مفيش مشكله. اديه لوريا. حط اليوريا او النترات الاثنين سيام. بشكرك يا حاج عبد اللطيف. طب ارش بكره المبيد. لا لا ما عشان لو حصل مطر يحصل مشكله قلنا بقى نستنى. طيب ماشي ماشي بشكر حضرتك. الاستاذ هشام من الدقهليه اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتكلم الدكتور محمد. اتفضل يا فندم. بالنسبه للبنجر يعني من الدقهليه واروي بكره ولا استنى؟ لا استنى طبعا. يعني استنى. طب استنى ما ارويش بقالي شهر. خلاص بقى انا يعني ما جاتش على بكره استنى بكره ممكن ينزل كميه مطر كبيره لو انت رويت الصبح ونزل كميه مطر يعمل لي مشكله في البنجر. الري يجي من عند ربنا سبحانه وتعالى انت ما رويتش بقالك فتره هتظبط بس كمان كام ساعه كده لغايه لما نشوف الدنيا هيبقى شكلها ايه وانت صرفك شكله ايه في الارض فاصبر بس الدكتور محمد بيقول لك اصبر لغايه لما نشوف بكره ايه اللي هيحصل. طب ربنا يسهل يا باشا ما تحرمش منك يا ابني. شكرا شكرا. بسأل حضرتك احنا بنقول الدفعه السماديه وبعدين نروي على طول. طب احنا دلوقتي لو الدنيا مطرت بكره فالراجل ما ضافش السماد هيعمل ايه؟ بص هو في ناس مزارعين احيانا بيرمي الكيماوي على الناشف وهو متوقع ان يكون في كميه مطر نازله بس هو ما فيش وقت كده كده يعني هيرميها امتى ما خلاص اليوم خلص اهو. فانا بشوف كميه المطر نازله لو والله كميه المطر نزلت نص راي هو الفلاح بيعرف بروح معامل تجريه سريعه وساعتها ارمي الكيماوي بتاعي اللي انا عاوز ارميه او ممكن ارمي على المايه بتاعه المطر وارجع اعمل تجريه خفيفه. لو كانت كميه المطر خفيفه جدا فانا اعمل الرايه بتاعتي العاديه جدا. لو كانت الرايه غزيره فكده هتفوت عليا الكيماوي. صح. فانا بنصح كل محافظات الدلتا اللي جمع عاد الري بتاعه وبتاع القمح بكره الصبح على الساعه 9 او 10 يرمي دفعه الكيماوي اللي جمع عاد الري بتاعه. يرمي دفعة الكيماوي وينتظر كمية المطر اللي نزلت، كمية المطر نزلت كتيرة خير وبركة، ما مش كتيرة على تاني يوم الصبح كمان مش هيحصل له حاجة، تاني يوم الصبح يروي الرأي بتاعته العادية. تمام. زي ما الدكتور بيوضح كل محافظات الدلتا اللي جه ميعاد الرية هيرمي الكيماوي بتاعه الصبح الساعة 9 كده. يستنى المطرة اللي جاية، إن شاء الله خير، مطرة جت كتيرة وروت الأرض واستفدنا بالكيماوي خلاص. ما كانش هتستنى لتاني يوم مش هيجرى حاجه للسماد وهتزود السماد. المتوقع يوم الاثنين يكون في مناوشات بسيطه من امطار يعني مش متوقع يكون في امطار كبيره يوم الاثنين. أيوة. ان شاء الله. طيب استاذ سعيد من بني سويف اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور حضرتك انا عندي ارض دلوقتي 4 فدن ارض طينه عايز ازرعها جنبها. تزرعها دلوقتي؟ اتفضل يا دكتور. لا الوقت اخر يا عم سعيد. يعني ما احنا متعودين دايما مكان البصل والبطاطس. انا عارف مكان البطاطس الشتوي بس يعني دايما بحط نفسي في المخاطره ان لو الجو جه صيف مبكر مش هاخد منه حاجه خالص. فاكر 2018 لما الناس زرعت متاخر في اخر 12 وجاء الجو حر بدري شويه محدش خد حاجه خالص من القمح ده فاكر؟ تمام فاكر. فانا ما اعرفش الدنيا تمشي ازاي يعني مش هقول لك ازرع وبعد كده اتحمل انا مسؤوليه ان يحصل عندك مشكله. طب النوع الكويس يا دكتور ايه هو ما انتوا عندكم بني سويف 5 كويس وعندكم 6 14 كويس وعندكم جيزه 171 والاصل في اصناف ومصر 1 ومصر 2 ومصر 3 يعني مصر 1 افضل حاجه ماشي تمام.
ماشي شكرا يا دكتور. لا كصنف انا ما قلتلكش يزرع، انا بقول كصنف. انما ميعاد الزراعه دلوقتي الدكتور محمد بيؤكد ان هو اتاخر، لو لان لو جه صيف مبكر مش هتاخد محصول. اتاخرنا خالص. تمام. بشكر حضرتك. الحاج محمد من الشرقيه اتفضل. مهندس محمد عبد العزيز من الحسينيه الشرقيه. اهلا وسهلا باشمهندس. مهندس زراعي؟ اه. اهلا وسهلا، اتفضل. اتفضل. مع حضرتك. كنت عايز استفسر من الدكتور محمد عن ظاهره طرد التنابل في وقت مبكر. ايوه. يعني انا طب احنا ممكن نستخدم ايه؟ وانت زرع امتى؟ زرعت القمح امتى؟ 15/11 يا دكتور. طب 15/11 مش يعني ميعاد مناسب، مش يحصل طرد مبكر ولا حاجه. زرعنا قمح السنه اللي فاتت 15/11 وظهر طرد تنابل، لان مبكر. كان الشتاء دافئ، كان الشتاء دافي، كان شهر 12 دافي جدا، لكن درجه الحراره تنزل عندك 6 و7، مش هيحصل طرد مبكر للي زرع بعد 15 او بعد 10/11 كمان. طيب الاجراء الاحترازي او احنا يعني هنعمل، انا السنه اللي فاتت استخدمت زنك مع جبريلك يسحب معايا يعلي علشان حتى لو حصل طرد مبكر يعرف استفاد. طيب السنه اللي فاتت ما كانش في محصول، طب ممكن اضيف ايه؟ اعمل ايه؟ ازود ما كانش إيه؟ في ما كانش في محصول ليه؟ ممكن الناس ما تعرفش. ما كانش في محصول ليه بتقول؟ ما كانش في انتاج، يعني كان الانتاج ضعيف خالص. ده السنه فاكر انتاج كويس بتاع القمح ولا عندك انت قصدك؟ عندنا احنا في الشرقيه. لا مش عموما برضه، يعني ممكن نقول ايه المشكله اللي كانت عندك؟ ايا كان موضوع الطرد المبكر، لو انا بزرع في اخر 10، في ناس بيعملوا كده للاسف، او اول 11 ويكون شتاء دافئ وخلاص، موضوع الشتاء دافئ انساه السنه دي خلاص الحمد لله، ويكون شتاء دافئ بيحصل طرد مبكر. ففي الحاله ديت باجي على ال 75 80 يوم وابتدي اكثف في رشات اللي هي المتوازن 19ات مع شويه احماض امينيه ومحفزات نمو، بيخلي القمح ياخر شويه موضوع الطرد شويه، يعني 5 ايام اسبوع، مش سلفات زنك ولا حاجه. بشكر حضرتك. استاذ حسني من المنيا اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضل. لو سمحت يا دكتور. نعم. زرع 3 فدن قمح في الصحراء كل 3 ايام بحس ان الارض كده ما بتروش على ساعه ساعه ونص للفتحه. الري ماله؟ يعني بحس ان الفتح كده ما بتروش على ساعه. صوت بيقطع. صوتك مش واضح، اتحرك بالتليفون، بتحس بايه؟ هو زرع قمح في الجبل. بشكر حضرتك. في الارض الجديد. زرع بالرشاشات؟ لا تمهيد. زرع تمهيد، ايه بقى المشكله عندك؟ بدري الفتحه حوالي فدان ونص، ساعتين او ساعتين ونص كده ما بتروش، بحس ان الارض مش مشريه. بحس ان الارض مش مرويه. طب ما تزود الميه. طيب ايه المشكله؟ بشكر حضرتك. بالنسبه للزيتون هيبقى اخباره ايه او المتوقع؟ لان احنا عارفين ان الزيتون ليه اهميه عند المزارع المصري، والموسم اللي فات كان درس. ما انا بقول لحضرتك الزيتون بيقابله 5 مطبات، 5 مطبات لهم علاقه بالمناخ. اول مطب ان ما ياخدش احتياجات البروده، وانا الحمد لله زي ما بقول اهو بدات الدنيا تبقى كويسه شويه في احتياجات البروده، فان شاء الله مش هيحصل مشكله في احتياجات البروده السنه دي. تاني مطب ان يحصل ان يكون شتاء متاخر، اللي هو ان الجو فجاه يبرد زي ما حصل السنه اللي فاتت في شهر 3، وكانت درجه الدنيا كانت 8 و7 في مناطق كتير. ده وقت التزهير ووقت الاخصاب. ثالث حاجه ان يجي برضه في شهر 3 بدل ما يبقى الجو بارد جدا يجي بقى رياح 50 دافيه فيها تراب زي اللي حصل في 2018. اخر حاجه ان يجي شهر 5 موجات حراريه مبكره بتوصل لل 40، وده حصلت السنه اللي فاتت. هم دولة المطبات طبعا، وخمس مطب ان يبقى الصيف نفسه حر فبيعمل ان التحجيم بيقل جدا والحاجات دي كلها. فلغايه دلوقتي الدنيا ماشيه تمام الحمد لله، لغايه دلوقتي الدنيا ماشيه تمام. يتفضل بس ان اظن احنا اتعلمنا خلاص في موضوع التقليم، تفتح حجر الشجره كويس وبالذات توجهها ناحيه الشمال ناحيه البحر بحيث تستوعب تستفيد من اي انخفاض في الحراره. الهواء البارد ده في حد ذاته بيقلل درجه حراره الاوراق. فموضوع التقليم، موضوع الخدمه الشتويه مهم جدا ان انا
ازود يعني اعتني شويه بالفسفور كعنصر طاقه في صوره المركبات اللي بتاخد وقت في التحلل زي السوبر وزي سواء احادي او ثلاثي. دي تمام. نقط مهمه قوي يعني. طيب استاذ عبد الله من الفيوم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور محمد؟ اه طبعا اتفضل يا دكتور. نعم اتفضل. انا عندي قلب متخدر يوم 3/11 تمام، واعطيت طريقة المحيا على 22 يوم تمام، وحطيت الفدان شكرتين كيماوي لوريا تمام، والارض ما كان قطه تمام كمل. بس في بيظهر ورقه صفراء دلوقتي، بعد ديش الورقه الصفراء كده. انت رشيت مبيدات حشائش امتى؟ رشيت الورقه العريضه قبل ما قبل رايه المحياه، وبعد الريه ب 15 يوم رشيت الرفيعه. طيب هو ده من مبيدات الحشائش، هو اللي بيعمل الشغلانه دي. لو عاوز ترش رشه محفزات عالي فوسفور ما بكيلو ونص للفدان معاهم نص كيلو احماض امينيه يظبط لك الدنيا شويه. بس القمح تقيل قوي يا دكتور، القمح تقيل جدا. تقيل انت زرعت بكم كيلو؟ انا زارع الفدان بشكاره ونص بس، مصر واحد انا متعاقد عليه اساس بيتقل جامد بيخلف جامد. زرع ب 45 كيلو؟ الفدان بنحطه له شكاره ونص. 45 كيلو يعني؟ 45 كيلو بس بصراحه ربنا القمح طلع مطلوع جامد لان الارض مكموه، مفيش حاجه غيرت. لا لا انتهالك بس 45 كيلو معقول يعني؟ ما مش كثيف ولا حاجه. والله تقل يا دكتور تقل، لان انا عايز افضل الكيماوي ثاني مره، دي مش عارف هيجري ازاي، مش عارف هيصل الارض ولا لا. طب حلو، انت زعلان ليه؟ كويس. ما فيش خوف يعني؟ لا ما فيش خوف، اهم حاجه بس لو هتقدر تستبدل اليوريا بنترات يكون افضل. الدفعه اللي باقيه. صعب بقى. شوف بس بدل مع حد ولا حاجه، حد بدل مع اي حد. نشوف ان شاء الله. بس الورقه الصفراء دي نشيلها يعني؟ لا خلاص، بس هي الورقه صفراء من مبيدات الحشائش، وانت بتقول يعني الدنيا ماشيه معاك تمام. رش بس رش لحد لما حصل عندي دروب في الورقه العريضه، كنت رش التذكره الخضراء اللي هي كانت ب 5 جنيه السنه اللي فاتت ديت. تمام، بس رش رش اللي قلت لك عليه. عملت عندي رد فعل ورشيت احماض امينيه ورشيت مبيد فطري معاها. لا مش محتاج مبيد فطري دلوقتي خالص. بعد اذنك يعني. بشكرك يا حاج. الحاج حسن بالمنوفيه اتفضل. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. عايز اكلم الدكتور محمد عند زراعه الزيتون. اتفضل. بشكرك يا حاج. الحاج حسن بعد اذنك يعني. الزيتون بالنسبه لمغلبنا في النباتوته ممكن توطي التلفزيون يا حاج حسن؟ انت فين الزيتون بتاعك يا حاج حسن؟ انا ناحيه منطقه السادات. بتقول عندك نيماتودا؟ اه. طيب ما هل في اخر الموسم حطيت حاجه للنيماتودا؟ احنا لسه خدناه في شهر 11 وحاطين، كنا حاطين النيماتودا مره. طب اسمع بس، النيماتودا مشكلتها هو طالما حقنت مرتين ومبيت كويس هيأدي الغرض، بس مشكله النيماتودا انها بتجيب اعفان جذور بعديها، فضروري جدا تحقن لعفان الجذور. ايوه تمام؟ تمام ماشي شكرا. حاج جمال من الاليوبيه اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش بس سؤالين يا دكتور وربنا يجازيك خير يا رب. شكرا. بالنسبه احنا عندنا في الاليوبيه جوافه كتير تمام؟ السنه دي الجوافه كلها العقد بتاعها فرط. فرط؟ ايه المشكله حضرتك؟ بقول لك العنق بتاع الحبه الصغيره لونه بني ولا حاجه؟ لا العين اخضر خالص لدرجه حتى الحبايه بقت قد الزيتونه تعبر. نفس المشكله اللي حصلت في يعني الفرط، معظم الفرط امتى؟ من اسبوعين كده؟ لا والله دكتور ده هو الكلام ده مثلا من 15 20 يوم. بص يا حبيبي، رشه كالسيوم بورون مهمه قوي، بس ده كانت عاوزه بدري شويه، انا كنت قلت لي بدري وقت وقت الاخصاب. والله يا دكتور احنا رشينا كالسيوم بورون اثناء التزهير. لا مش تزهير، لا اثناء التزهير ما خلاص ملوش لازمه، هو النبات يعمل بايه؟ هو انا عاوز في مرحله مرحله بدايه الاخصاب وبدايه العقد ده كالسيوم بورون، يا ليها على طول رش حاجه اسمها مولوبدينام او حاجه زي كده، مش تعرفوه انتوا المولوبدينام ده؟ بس كان مفروض يترش في توقيت معين الكالسيوم بورون. هو ده المشكله بتاعه الجوافه، هي نفس مشكله المانجا اللي حصلت السنه اللي فاتت، الحراره تذبذبات الحراره اللي بتعمل المشاكل دي. يعني ان شاء الله نتلاشى الموضوع ده.
ان شاء الله باذن الله. طيب معلش اخر سؤال، بالنسبه للبرقوق نفس بالنسبه للديروميكس نرش قد ايه دلوقتي السنه دي؟ الايه؟ ديروميكس للبرقوق. خلي بالك انا مش محتاج اخر درميكس، لان اللي في احتياجات بروده بدات تتاخد اهي، فانا مش عايز اخر البرقوق. هو بيتكلم على ما هو البرقوق المتسخطات. اه تمام واضح. بشكر حضرتك. الحاج عبد المجيد من البحيره اتفضل. الحاج عبد المجيد معانا؟ ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس عامل ايه؟ الحمد لله اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس سامعينك اتفضل يا حاج عبد المجيد، واطي التلفزيون، احنا سامعينك كويس جدا. واطي خالص. طيب اتفضل اسال. عندي السؤال. التوم والبصل في تطريفه من فوق. انت فين؟ منين؟ بحيره. من الاطراف بتاع التوم لونها اطرافها مجفه يعني نشفت. الو. ايوه ايوه معاك. تليفونك فيه مشكله على فكره. طب انا هقول له انا على القصه. طيب مش مشكله. الدكتور هيجاوب. اتفضل. بص يا باشا. اطراف الورق القديم بتاع البصل والثوم لو جفت يبقى في مشكلتين، اما في مشكله ذبابه البصل او الثوم، ودي معروفه لو كان قلعت اي بصله هتشوف اليرقه الصغيره الصفراء دي، ان ما كانش دي فده نقص فوسفور بسبب انخفاض الجو بالليل. نقص فوسفور هعوضه بحمض الفوسفوريك مع الري او رش الماب، وهو الفرق اعراض نقص الفوسفور بيكون في الورق القديم، يعني جفاف اطراف الورق القديم. لو النبات كله اطرافه كده الورق الجديد او القديم يبقى الاثنين مع بعض الفوسفور والبوتاسيوم، بس غالبا هو الفوسفور لان الفوسفور بيقف مع الجو اللي بيبرد بالليل. فانا استاذنك ترش ماب او تحط حمض فوسفوريك مع الميه، وكمان زي ما قلت لك تتاكد ان مفيش ايه ذبابه البصل الدوده الصغيره اللي تبقى في القلب دي. استاذ عمرو من المنوفيه اتفضل. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل. معلش عندنا مشكله كده كنت عايز اتكلم فيها بخصوص الري يعني. اتفضل. احنا دلوقتي عندنا مسقه اتعملت ري مطور يعني. الو سامعك اتفضل قول المشكله. ري مطور. ايوه دي اسمها ترعه الخضرات تبع الري بركه السبع. المساله مسئله حسابه معايا يا فندم؟ معاك. انا عايز اعرف فين المشكله. اتفضل. ايوه المشكله بقى يا سيدي ان دلوقتي المقاول لما جه عمل الري المطور ده اللي هو المواسير والموتور بيه على راس الترعه وكده ردم لنا المساله دي. نعم. طيب بشكر حضرتك. هتواصل مع الري. هو ده دلوقتي احنا بنتكلم على التغيرات المناخيه يعني، هي الاعداد هيكلمك تاني. بس هو بيتكلم على موضوع الري المطور مش التبطين، فممكن يكون حاجه خاصه. هو بيتكلم ان هي حاجه خصوصيه، هو المروه الخصوصيه. ما يبقى دي تبع الزراعه، يبقى تبع الدكتور سعيد حماد. لو حد اداله بس فين العنوان بتاع المس هيشوف المشكله دي. تمام. استاذ احمد من هنا اتفضل. تعال عندنا يا باشا احنا محصول قصب السكر المصانع بتدور في شهر واحد. ايوه. فبعد شهر واحد احنا بنزرع قمح. هنا عايزين تزرعوا قمح بعد شهر واحد؟ اتكلم مع الدكتور بقى. اتفضل يا دكتور. لا مش هينفع خالص. اغلبيه المزارعين بقى بيزرعوا قمح في شهر واحد وخمسه واحد. طب ما هو في مشكله، ما لو جو صيف جه بدري مش هتاخد منه محصول، فانا مش ضامن ايه اللي هيحصل. يبقى تزرع على مسؤوليتك، وايا كان لو هتزرع على مسؤوليتك تزرع مصر ثلاثه مبكر. مصر ثلاثه مبكر، صنف اسمه مصر ثلاثه. تمام. تمام. الاستاذ محمود من البحيره اتفضل. استاذ محمود بص يا فندم لو سمعت انا عندي بطاطس عمرها 60 يوم. تمام تمام اتفضل. عمرها 60 يوم فبتسقط. بطاطس بتسقط؟ بتسقط. بقول لك هي فيها كتير في الارض كتير بنسبه حوالي 40% 30%. هو صنف ايه؟ الصنف ايه؟ بليني. انت كنت مقطع التقاوي؟ نعم. كنت مقطع التقاوي؟ لا كنت زرعها سليمه حضرتك يا فندم. لا بص اي مشكله في التسقيط للبطاطس ده من التقاوي على طول، ملوش علاقه لا بالارض ولا بالجو، ده من التقاوي. التقاوي اللي جايه فيها مشكله، فانا اعمل ايه دلوقتي عشان اقلل التسقيط شويه على قد ما اقدر؟ احط مع ميه الري اقرب ري احط كربندازيم مع توبسين مع الميه يوم يقلل لي موضوع التسقيط شويه، بس مش يقلله جامد يعني. ايه يا فندم ثاني؟ توبسين مع ايه؟ كربندازيم مع توبسين. تمام. ماشي يا باشا. بشكر حضرتك. السيد من المنيا اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عاوز اكلم الدكتور عن السستار بس. اتفضل. لو سمحت يا دكتور عندنا المانجا مزهره بدري شويه السنه دي. مانجا مزهره بدري شويه. فين؟ المنيا. في المنيا. ايوه فين في المنيا؟
في سملوط. غرب يعني؟ غرب، وخاصة نوعية الزبدية. تتقصف بس مش دلوقتي، الزبدية هتتقصف في ما بين 10 ل 15 واحد، أو يعني في نص الأولاني من واحد يعني. طيب في واحد مهندس قال رشوها بلوريا. هترش بيوريا هترجع تعمل تاني. قصفها في النص الأولاني من واحد لو سمحت. المشكلة إني شجر، في شجر كبير شوية يعني. ما انا خايف اقول لك رش يوريا تزود التركيز، تروح بتروح ضرب البرعم نفسه ما يرضاش يفتح بعد كده. يعني اللي ما حصلهاش رش اليوريا واللي حصلها قصفها. ده انت لو زودت تركيز اليوريا صحيح هينشفها، بس ممكن يضرب البرعم نفسه ما يرضاش بعد كده يشتغل تاني، ما يظهرش تاني يعني لو زودت تركيز اليوريا، عشان كده الموضوع خطر. خلينا حتى اللي حصلوا نصفه والباقي نسيبه معنا. ماشي ماشي تمام. استاذ احمد من اين اتفضل؟ هلا السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لك وضيفك العزيز. بشكرك. عندي سؤال للدكتور وعندي طلب عند حضرتك، ابتدي بالسؤال. طبعا الدكتور هو اللي منورنا، اتفضل. الله يكرمك. انا زارع قمح بقالي النهارده 27 يوم. واضفت في التربه ثلاث شوايل سوبر فوسفات. تمام. ودروك انا عاوز وعندي انا بسجب ميه معين مش ميه من المشروع. تمام. فانا نسبه الاملاح عندي في الميه 480. تمام حضرتك. تمام. فانا دروك انا لما اجي اسمد اسمد بالازوت او بسلفات البوتاسيوم افضل؟ لا لا، اولا هو 480 ده ما يتنين 400 و500 يعني، قصدي ما فيش ملوحه زايده ولا حاجه في المعين. تمام حضرتك. الموضوع كله ان طالما ميه جوفيه خلاص يفضل النترات، نترات النشادر. ايوه. طب الفدان ليه كده حضرتك؟ ما هو الفدان من 4 ل 5 شكاير في الدفعتين. شاكرين افضل ما عليك. ماشي بشكرك. استاذ سامح لو سمحت. ايوه. الطلب اللي عند حضرتك. اتفضل. انا مشتري قطعه ارض 18 جراد. ايوه. تمام حضرتك. صاحب الارض ما رضيش يتنزل لي على الحيازه. رحت للجمعيه ورحت الاداره الزراعيه قالوا لي لازم البايع يعمل لك على تنازل. تمام حضرتك. هو دلوقتي بيصرف الكيماوي وانا مشتري الارض وهو بيصرف الكيماوي. يعني الارض ملكك انت ده، هو يعني لو قدمت عقد البيع نفسه قالوا لي لازم البايع يجي يعمل لك تنازل. هو باع الارض خلاص. سيبنا نوصلها لوكيل الوزاره بكره ان شاء الله، وكيل وزاره الزراعه عندك، ونشوف حلها ايه ويتواصل معاك. حاضر. معنا حضرتك. رحت الاداره ورحت الجمعيه ورحت مديريه الزراعه في قنا قالوا لي لازم البايع يجي يعمل لك تنازل في الجمعيه عن الحيازه. هو الراجل ده مش باع لك ومعاك عقد والارض دي بقت بتاعتك؟ ملك ومسجل واخد عليك صحه التوزيع. طيب خلينا نتواصل مع السيد وكيل وزاره الزراعه وهيئه. يا باشا شوف مدير الجمعيه بتاعتك اللي انت تبعها، وهم مدير الجمعيه في حد ذاته عارف ان الارض دي تبعك ولا مش تبعك. ما هو بيقول له هم بيسهلوا. هم المفروض مديريه الزراعه دلوقتي التكليفات وتعليمات مع الوزير ان يسهل على الناس موضوع الصرف. فطالما معاك عقد وبتاع الجمعيه عارف انك اشتريت الارض يخلص نفسه. لما قال لي لازم البايع يجي ويعمل لك تنازل. ما مش يعني ما هو مدير الجمعيه بيقول له كده. فانا بكره ان شاء الله هكلم السيد وكيل وزاره الزراعه عندك. هو ايه محافظه ايه؟ انت في محافظة جنا مركز نجح حمادي. ايه نجح حمادي يا باشا؟ تمام خلاص بكره ان شاء الله. المشكله حضرتك ان هو بيجيب سلفه زراعيه من البنك بضمان الارض. العمليه كده ممكن تديني فرصه لبكره يا حاج احمد؟ طب ليا رجاء. اتفضل. عاوز اخد رقمك الشخصي من الكنترول لو ما هو لو هو الرقم اللي بيبقى موجود ده عناية الاثنين. انت تلاقي الاعداد هو اللي بيكلمك بكره او السيد وكيل وزاره الزراعه. اسمه ايه بس؟ اسمه ايه؟ حاج احمد. من ايه يا حاج احمد؟ احمد عبد الحميد من جنة محافظه. يا حاج احمد فين خدت رقمه؟ يا حاج انا عاوز اقول لك حاجه بس. اتفضل. واحد باع الارض بتاعته واتنقلت حيازتها وحقها لواحد تاني، لما يروح يجيب قرض عليها او ياخد كيماويها ده سحت حرام. ايوه بس هو ده الواقع اللي بيحصل. خلاص بس عشان يعرف لو بيسمعنا يعرف ان ده سحت وحرام. ولا مدير الجمعيه اتحرك والاداره الزراعيه بيقول رحت برضو قالوا لي نفس الكلام. فاحنا الاداره الزراعيه قسم الحيازات في نجح حمادي قال لي لازم البايع يجي يعمل لك تنازل. شوف مدير. طب اديني فرصه لو سمحت. بشكر حضرتك.
استاذ ايمن من المنيا تفضل. اهلا وسهلا عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ ازيك يا دكتور محمد؟ ازيك يا استاذ ايمن؟ ازيك اخبارك عامل ايه؟ ربنا يبارك فيك. انا زارع قمح مكان قصب فطالع العليق اللي العليقه العريضه دي. هل ارشها جبن الصار ولا دي هتسمع السجعه؟ هتعمل ايه؟ انا زارع قمح مكان قصب. لا 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 رش عشان مش هيقف في الساعه. الجو عندك دفى بالنهار برضو. يعني ارش بالظبط. ماشي شكرا دكتور. شكرا. يعني احنا شايفين كل الاسئله مرتبطه يا اما بالاسمده يا اما بالرش بالنسبه للحشايش. بس انا مبسوط قوي، عارف ليه؟ لان مزارع القمح محصول تاريخي للمزارعين، محصول قديم جدا. فكتير من المزارعين الغله بيزرعوا باللي هم عارفينه وخلاص، اما ان يفضل يسال فده في حد ذاته مؤشر كويس جدا ان المزارع المصري حتى في الغله مش في محصول معقد. يعني الغله ده اسهل محصول، اسكن هو ولا البنجر ولا المحاصيل الحقليه، لما يسال بالاسئله اللي هو بيسالها دي فده مؤشر كويس جدا ان المزارع المصري مزارع مجدد او متجدد بيحب يعرف. ده اللي مطلوب دلوقتي. احنا بنتكلم على تحديات كثيره جدا، تغيرات مناخيه، عايزين نزود من انتاجيه الفدان، عايزين نستفيد من السماد ومن الميه. فاذا ما كانش المزارع يسال في كل تفصيله جديده، هزرع ازاي على مصاطب ولا عفير ولا بدار، وايه اللي يناسب ارضي، الريه، التسميده، ما هو ده يا دكتور. وبعدين الدور اللي حضرتك بتقدمه والمعلومه الارشاديه اللي دايما باكد عليها ان المعلومه اهميتها، الاهميه، التوقيت نفسه اهم من المعلومه. يعني لما الدكتور محمد بيطلع قبل ما تحصل انخفاض في درجات الحراره مثلا او داخلين على الامطار ويبتدي ينبه قبليها بفتره، الاهميه هنا في المعلومه وفي توقيتها. لكن لو جت الامطار وعدت حاجه اقول لك ايه؟ ما خلاص انا ما نبهتكش. تمام. استاذ محمود من الدقهليه اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك كده من دكتور محمد؟ اتفضل. لو سمحت يا دكتور محمد، احنا رشين القمح بقالنا يومين ومنتظرين المطر، احنا في المنصوره. عاوز اكلم بس اعرف يعني احط سماد ولا استنى لما الرش يشتغل ولا ايه؟ الرش حشائش مش كده؟ حشائش العريضة، اطلانتس العريضة والرفيعة. بص يا باشا، المنصورة متوقع ان برضه ينزل عليك شوية مطر حلوين بكرة، متوقع يعني. تمام. انا انت ميعاد الراية بتاعتك جت؟ السماد. ميعاد الراية جت؟ ميعاد الراية جت 30 يوم. لا خلاص كده ارمي الكمية بتاعك بكرة على الساعة 10 كده بالظبط، والله نزل كمية مطر بعد الظهر كفاية، اهلا وسهلا، ما نزلش تروي يوم الاثنين الصبح. تمام يا استاذ محمود، واضح؟ برضه المعلومه الدكتور محمد قالها مرتين دلوقتي، قال لك وجه البحر المفروض هيروي، يسمد بكره الصبح، ينتظر كميه الامطار، نشوف الميه اللي نزلت دي كفايه لريتنا، خلاص الحمد لله. مش كفايه هنقدر نكمل بكره لتاني يوم، مش هيجرى حاجه للسماد يا دكتور. لا لا خالص خالص. لا امتى يحصل حاجه؟ لو انا برميه في الصيف والجو حر فبيتبخر، اما ده هو بيلزق في الطبقه الاولانيه بتاعه التربه وما يجيش الفراوله هيبقى اخبارها ايه بقى في الامطار دي؟ الفراوله دي بقى مشكله كبيره. كويس انك جبت سيره الفراوله. الفراوله اصلا بدا العفن الرمادي يعمل لهم اشكاليه فعليا. العفن؟ العفن الرمادي على الثمار وعلى الورق. فمع الامطار مع انخفاض، لان هو مرض حراره منخفضه للاسف الشديد، مرض بروده. العفن الرمادي هم عارفينه. مع الامطار المتوقعه بكره مع انخفاض الحراره فالعفن هيعمل مشاكل شويه. في سنه من السنين تقريبا 2019 العفن الرمادي كل مساحات شاسعه يعني. فانا بقول من دلوقتي اهو، من قبل ما يحصل اي مشكله يبقى عندي رشات وقائيه محترمه ضد العفن الرمادي، ولتكن يوم الاثنين بعد الظهر او يوم الثلاث ان شاء الله. مهمه جدا. يعمل ايه تاني يا دكتور عشان رشات وقائيه للعفن الرمادي على الفراوله يوم الاثنين بعد الظهر او يوم الثلاث بعد انتهاء الموجه ديت، عشان متوقع انخفاض اخر في الحراره، ودي كلها ظروف مناسبه لهذا المرض للاسف. ده معلومه مهمه جدا. طب سقوط الامطار نفسه ما بيأثرش، ما بيعملش تساقط في الثمار نفسها، حبه الفراوله كده؟ المزارعين بيبقوا زعلانين قوي. اقول لك يعني الامطار بتعمل ايه بقى؟ امطار في الفراوله بتغسل الميسم. تعرف التلقيح في الفراوله الميسم بيقع عليه حبوب لقاح فيبتدي يحصل اخصاب عشان تعمل الثمره الجديده، فدائما بيغسل الميسم فمعظم حبوب اللقاح بتتغسل. في الحاله ديت مهم جدا ان انا ارش رشات ليها علاقه بزياده الاخصاب زي البورن مولبدنم او الكالسيوم بورن.
يعني رش الحاجات المركبات دي مهمه جدا تترش في توقيتات ما بعد الامطار مباشره. تمام. استاذ صالح من البحيره اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لحضرتك وللدكتور. بشكرك يا حاج صالح. اتفضل. الله يكرمك يا فندم. انا عندي سؤال يا فندم، عندنا ارض ضعيفه فيها نسبه حللنا للتربه طلعت نسبه املاح كثيره جدا. نسبه املاح قد ايه يعني؟ يا فندم 30%. ايه؟ يعني هي بتجيب زراعه كويسه يعني ده مش تحليل بقى، هو ده توقع بسبب اللي انت شايفه، لان التحليل هيقول لك كام جزء إيه في المليون. ايه المشاكل بتحصل عندك في الارض؟ المشاكل يا فندم يعني الجدر بيشتغل كويس، بعد فتره من 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 عمر الجدر النبات بيتفر، حوالي زي البسيم مثلا غله. طب بص يا باشا، بدنا نجيب الزراعه يا فندم، فاحنا عايزين يعني حل جذري للموضوع القلويه والاملاح. حل جذري، حل جذري للارض الملحيه، الصرف المغطى عندك؟ عملنا الصرف المغطى يا فندم، بس طب نسبه الاملاح والقلويه قلت. في ناس بتقول روي بميه نار. روي بايه؟ حامض كبريت. حامض يحط حامض ممكن احيانا تحط حامض كبريتيك 5 6 لتر في للفدان مع بس الكلام ده لو شبك التنقيط، اما انت هتحطه ازاي مع الغمر؟ هتحتاج كميات كبيره. بشكر حضرتك. استاذ سيد من الدقهليه اتفضل. هو لسه بس كنت لسه اقول حاجه بس هنكمل لحد بعد سيد من الدقهليه. اتفضل اتفضل يا استاذ سيد. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا دكتور؟ الدكتور بيسلم عليك. ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك دلوقتي انا عامل 3 فدن قمح، وطبعا انا رشيت للحشائش من قيمه رشيت حشائش من قيمه 3 ايام. فالوقت الثلاث ايام دولت الحشائش بدات ان هي تنتمي وتموت. فحضرتك دلوقتي اروي واحط كمون نطرات ولا احط نطرات لوريا؟ ان اللوريا بتشتغل على 48 ساعه، النطرات بطيئه. لا لا، النطرات مش بطيئه ولا حاجه، ما حدش قال كده. لا فانا دلوقتي طبعا لو انا رويت بكره وحطيت كيماوي، واحط بعد الري الكيماوي ولا احطه قبل الري؟ لا الكيماوي قبل الري، هو في كيماوي بعد الري. سؤال ثاني حضرتك دلوقتي بالنسبه لزراعه البنجر، انا عايز اعرف الفدان له كم شكاره يتحط له في الموسم؟ خلي بالك البنجر حساس جدا لزياده الازوت، وخاصه بعد 90 يوم، يعني ديت معلومه لازم تكون اساسيه. حضرتك انا بحط الفدان 7 شكاير من الكيماوي. 7 أو 8 مفيش مشكله، اهم حاجه اخرك 90 يوم، بعد 90 يوم ممنوع تحط حصوه كيماوي تاني للبنجر خالص. بعد 3 شهور افطم الكيماوي. ممنوع بعد 3 شهور تحط اي كيماوي ازوت. اروع كام يوم حضرتك يا دكتور؟ ها؟ اروع كام يوم البنجر، على 20 يوم ولا 25 افضل؟ على حسب الارض عندك. وخلاص احنا دخلنا في الشتاء، في الطبيعي ما بين 18 لغايه 25 يوم على حسب طبيعه الارض عندك. يعني القمح عادي اروي بكره واحط اللوري عادي. التمنين من الدقهليه يا فندم. ما هو متوقع يكون في امطار بكره بعد الظهر. يعني احط كيماوي بكره؟ حط كيماوي بكره يعني على الساعه 10 كده، نزل كميه مطر اهلا وسهلا، ما نزلش هتروي يوم الاثنين الصبح لو جه ميعاد الريه. ماشي يا دكتور، متشكرين. وعليك يا دكتور سامح، وربنا يديك. تسلم. الاخ بس كان بيتكلم على اللي عنده ارض فيها نسبه ملوحه، ممكن يضيف حامض كبريتيك، بس لو كان الري بالتنقيط يعني ده بيقلل شويه من موضوع. طالما في صرف مغطى دلوقتي مبدئيا تشتغل بمعالجات الملوحه تتحط مع الميه، يعني كل ريه تحط حوالي 10 كيلو 10 لتر معالج ملوحه في برميل وينزل مع الميه، هيقلل لك كتير من تاثيرات الاملاح لغايه ما تتغسل. يعني لو انت عامل صرف مغطى قريب كل ريه هتغسل جزء من الاملاح لغايه الارض ما تتعدل عندك. وطبعا يفضل ان انا احط الجبس الزراعي في شهر 7 أو 8 واعمل ريه غزيره جامده جدا في حواض، واسيب الجبس الزراعي يتحلل ويحول الاملاح اللي عندك لاملاح زائبه وتمشي مع الصرف. الحاج مظهر من الغربيه اتفضل. يا استاذ مظهر. السلام عليكم يا دكتور سامح. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك يا باشا، ممكن اكلم الدكتور محمد؟ الدكتور محمد سامعك اهو، عايز اتكلم معاك. ايوه يا دكتور، انا كنت زارع غله 95 سخه، بس كنت مسبخ الارض بنسبه سباخ بلدي، فالغله زرقاء معايا وتقيله، هل ان انا اضيف في اول ري حمض فوسفوريك هيزود معايا التفريع والغله كثيفه في الزراعه؟ انت زرعتها امتى؟ انا زارع في اول 11، يعني النهارده عمرها 30 يوم واحتمال اروي. يعني انت هتروي ورايا؟ طبعا قدامي الزراعه جت كثيفه وجت تقيله. هتروي ورايا التشتيه يعني؟ احط حمض فوسفوريك بس هيفرع معايا اكثر ويبقى فيه كثافه في النبات اكثر. حمض فوسفوريك مش هيفرع بس، كمان بيدي قوه للعيدان اللي طالعه،
بخليها جدا شوي. انت كنت زرع بكم كيلو؟ انا كنت زارع تقريبا 2 كيلو ونص. زرع بشكرتين ونص للإيراد. 2 كيلو ونص للإيراد يعني شكرتين يعني للفدان. بس الارض طبعا كنت مونها بلدي، فطبعا الزراعه طالعه زرقاء وكثيفه. طب خلاص حط بقى الحمض الفوسفوريك زي ما قلت لك، وبعد شويتين كده اهوت هنبتدي نستخدم البوتاسيوم بعد 80 يوم ان شاء الله. طب يا باشا البوتاسيوم هتستعمله رش ولا تسميد؟ بوتاسيوم مع فوسفور؟ الاول رش، الاول رش بعد 80 يوم نترات بوتاسيوم او سترات بوتاسيوم، وممكن نضيفها بقى هناك في شهر 2 نحطه مع الميه سلفات بوتاسيوم. طب يا دكتور الفدان ده دايما كل سنه كده الغله بتبقى هايشه وترقد مني، ممكن ارش كالسيوم حاجه تقوي عصب الغله؟ موضوع الرقاد ده له علاقه كبيره بانك بتير وريه ويجي بعدها رياح، بيجي بعدها هواء، فانت تابع معانا بس. انت كده كده الصفحه بتاعتي موجوده، تابع معايا في الرايه الاخيره بالذات بتاع اخر 2 دي ولا حاجه ولا في 3، لازم تكون الرايه في توقيتات ما يكونش فيها هواء، ولو زرع على مصاطب هتحل المشاكل دي كلها اصلا. احنا بننسى الطاره بس ما زرعناش مصاطب بقى للاسف. لا المصاطب احنا قلنا قبل كده المصاطب، واتكلمنا مع الاستاذ سامح في حلقتين قبل كده ان الزراعه على مصاطب بتخلي الزرع اللي طالع شديد، لان الميه بتوصل للقمح عن طريق النشع، فالجذور بتكون شديده ما بيرقدش. ربنا يبارك فيك يا دكتور والف شكرا يا باشا. بالعافيه يا حاج بصر. استاذ عبد الحميد من الغربيه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في السلامة. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك بالنسبه للجوافه حضرتك الورق احمر من الشقع كده، الواحد بتعمل معاه ايه؟ الجوافه حساسه للبروده وحساسه جدا للصقيع كمان. دلوقتي اللي ضد البروده وضد الصقيع الفوسفور، تزود الفوسفور بقى رش ماب او اضافه مع الميه لو هتروي حمض فوسفريك او ماب، حمض فوسفريك 10 لتر للفدان لو غمر، او 5 6 لتر لو تنقيط، والماب 4 كيلو لو تنقيط و6 7 كيلو لو غمر. مهم جدا تضيف الفوسفور خلال الفتره دي. تمام بشكر حضرتك. استاذ محمود من الجيزه اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ دكتور؟ ازيك يا استاذ محمود؟ بسلم عليك اهو. لا خليك حضرتك. عندي سؤالين بعد اذنك. حضرتك انا بزرع باميه فبتسقط، فانما لو زرعت مثلا زرعت السنه دي باميه والسنه الجايه زرعت برضه باميه شكتها فبتسقط، ايه بتموت، فبيقول لك بقى بتسقط من ايه؟ بيقول لك لما تشك الباميه ولا بعدها ثاني سنه على طول بتسقط، لازم تسيبها 4 سنين. انت منين من الجيزه يا عم محمود؟ انا من العياط. من العياط من طهمه؟ لا انا من العياط من هنا مش من طهمه، من البلد. لا مفيش علاقه ما بين امراض الجذور بتاعه الباميه، ملهاش علاقه. بس لما تيجي ازرع باميه هتحط مع الميه كربندازين مع توبسين مطهرات فطريه عشان موضوع امراض الجذور، تحط مثلا في 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 الثلاث ريات الاولانيين لغايه النبات ما يشد حيله. حضرتك يا دكتور لو زرعتها السنه دي وجيت في نفس الارض زرعتها السنه اللي بعدها فبتسقط، بتسقط بالشوره كده على جنب. حط الكربندازين والتوبسين مع الميه عشان اعفان الجذور، ولو حطيت 8 كيلو كبريتات نحاس اللي هي الجنزاره مع الرايه بتاعه الزراعه في برميل هتطهر لك الارض، ويا ريت تحط اصلا كبريت كمان حوالي شكرتين مع التجهيز. ماشي يا دكتور، جزاك الله كل خير يا دكتور. شكرا. بشكرك. الاستاذ ابو مسلم اتفضل. ازيك يا استاذ سامح؟ اهلا وسهلا. منين يا حاج؟ من اسوان ستك. احسن ناس اتفضل. انا كلمتك قبل كده وبعيد المكالمه ثاني الاستاذ علاء فاروق سيادتك عشان موضوع السلف الزراعيه بتاعت البنك. مالها؟ بيدوني النص بس والنص الثاني خلالي شهر 4 واحنا مش عارفين نكسر زرعنا، وبعد بكره عندنا كسر. بعد بكره ان شاء الله كل سنه ونطيب الموسم الجديد. ايوه. العامل لازم ياخد مقدما فلوس. ايوه، عايزين فلوس عشان تكسروا القصب. عشان نكسر الزرع، لان النص الاولاني خدناه جبنا ناس مدمنه وناس مدخله. طيب دي المعاملات البنكيه والمصرفيه دي ليها قوانين، فسيبنا نرجع للبنك نعرف المفروض تاخد النص والنص ولا تاخد السلفه مره واحده. وبعدين انتوا فلوسكم مضمونه، يعني انتوا بتكسروا القصب توردوه المصنع. سيادتك ما بنكسر بقى ناخد السلفه دي ليه؟ لا الكيماء لا الاسمده ولا الكسر. تمام. احنا طبعا النص الاولاني جبنا من الاسمده وما كسبتش كمان عشان الاسمده غليت زادت 1000 وما عارفه كام. هو المحصول عامل ايه دلوقتي الاول؟ طمني. والله المحصول كويس يعني مش وحش. خلاص ما تقلقش ان شاء الله خير. حاضر ان شاء الله. استاذ محمود من الشرقيه اخر مداخله معايا اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اكلم الدكتور؟ اه الدكتور اهو اتفضل. انا زارع فول بقاله دلوقتي كده شهرين، الزهره بتاعته بتعمى بالجحش الصبح بتاعه. فول بقاله شهرين بيقول. بدري انت زارع في اخر 10 ولا ايه؟ انا زارع 15 10. طب ما كان بدري كده. طب ماشي فين؟ لا فول اللي هو بتاع في الشرقيه. فول بلدي يا حاج محمود. فول بلدي. فول بلدي يا دكتور. ايوه ايوه تمام تمام. صنف ايه فاكر؟ سخا. طيب طيب تمام. ماله بقى؟ الزهره بتاعته ما بتنجحش، يعني هو في نوار فيه حلو لكن ما بتنجحش، ما بتجيبش بروف. طيب ما هو كده كده مش هيمسك عشان الوقت الجو، فزي ما قلت من شويه هتحط مع الرياض عالي فوسفور، وهترش بحاجه اسمها كالسيوم بورون او بورون مولبدنم اللي هي بتثبت العقد. فكمان مره هتحط عالي فوسفور مع الميه وترش بيه الكالسيوم بورون او بالبورون مولبدنم، اسم المركبات كده. ماشي شكرا يا دكتور. بشكر حضرتك. احنا قدامنا دقايق يا دكتور، بقى عايز من حضرتك توصيات كده والروشتة اللي السادة المشاهدين منتظرينها. دلوقتي زي ما توقعنا ان شاء الله في موجة مؤقتة سريعة من الامطار بكرة، وممكن في بعض مناوشات يوم الاثنين. الامطار زي ما قلنا بيبقى في مشكلة كبيرة جدا لو جمع عاد الرايه وانت رويت ونزل مطر. المطر اللي بالنسبه للفراوله بالتحديد زي ما قلت بيغسل المياسم، ممكن هو اكتر محصول بيحصل له تاثيرات سلبيه هو الفراوله، اللي هي ممكن الدور ده كله ما يجيش، يعني صح. دور التزهير ده كله ما يعقدش بسبب لو نزل كميات مطر غزيره. فمهم جدا الموضوع زي ما قلت لكم، موضوع الكالسيوم بورون. الاحتياطات المهمه احنا قلنا عليها من شويه، موضوع مفرش البصل بتاع الشتلات، موضوع الفاصوليا، موضوع كمان اللي عنده اعلاف جافه شايلها للشتاء في منطقه مكشوفه يغطيها بمشمع. ده نقطه مهمه جدا في كل محافظات الدلتا، عنده تبن، عنده دريس، عنده اي حاجه في اماكن مفتوحه، لان لو نزل كميه مطر وتثابت الميه وترنخ ممكن يعفن من جوه، طبعا ده هيترمي. وطبعا اعلاف غاليه، دي نقطه مهمه جدا. انا يهمني كمان الحفاظ على سلامه الناس الشخصيه. الجو بالليل هيبرد جدا، هيبرد جدا، فاللي عنده مصلحه متاخر بالليل او الصبح بدري يكون طبيعه اللبس اللي هو لابسه متناسب مع الجو. الفلاح نفسه كمان البس اتقل حاجه عندك خلاص، اما كنت 6 و7 و8 درجات انت عاوزها تبقى صفر يعني. فمهم جدا نخلي بالنا من انخفاض الحراره. انخفاض الحراره ده هيبقى ليه عامل مهم جدا للزيتون وللمتساقطات. فللمتساقطات الحراره سيب النبات ياخد احتياجات بروده طبيعيه، وما تستعجلش الرش الدورميكس كسرات السكون اللي بيرش على العنب بالتحديد وبيرش على المتساقطات البرقوق وغيره، كان لسه بنتكلم دلوقتي. ما تستعجلش الرش، سيب النبات ياخد احتياجات البروده بتاعته، لانك لو استعجلت الرش دلوقتي والجو بقى كمل معانا برد هيعمل مشكله للعنب زي اللي حصلت السنه اللي فاتت، وهيعمل لك مشاكل كتير في التخريج بتاعك. فما تستعجلش رش كاسرات السكون. السنه اللي فاتت الناس استعجلوا وعملوا هجوم على الدورميكس وعلى المركبات بتاعه كاسرات السكون وزودوا سعرها جامد جدا، يعني سعرها وصل لغايه 140 جنيه و150 جنيه كمان. ملف الاسعار ده لازم نناقشه قريب ان شاء الله، تكون شريك في هذا الحوار. بشكر حضرتك الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيره بوزاره الزراعه واصلاح الاراضي، بشكرك يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا. اتمنى ان شاء الله ان هذه الموجه من الطقس تمر بسلام. الانتباه لكل المعاملات الزراعيه اللي ذكرها الدكتور محمد مهمه جدا، والفلاح شاطر وبيستوعب. بشكر حضراتكم والى اللقاء.